السلام عليكم. إذا كما كتشوفوا معايا العنوان عندنا لا فاكتوريزاسيون تعميل. هذا الفيديو غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكننا نعمله. دونك قبل ما نبدي الفيديو كتذكير، عندنا اكس اس 2 هي اكس في اكس، عندي اكس اس 3 هي اكس في اكس في x، أو بيان هي x أس 2 في x. دونك شنو كنحاول ندير هنايا؟ كنحاول أنني نفكك، نحاول أنني نفكك هاد الأس. دونك شفنا قاعدة أن a أس n في a أس m، إذا ها هي x x. هنا عندي واحد، هنا عندي واحد، باغ إكزومبل هنا عندي 2، هنا عندي واحد، كتعطيني a أس n بلس m. اذا شنو كندير انا؟ كنحاول انني نفكك هذه ان بلس ام على هذا الشكل، يعني كنطلق من هنا لهنايا، غادي نحتاجوها في التعميل. دونك ثاني حاجه، هذا الشيء بالنسبه للحروف. بالنسبه للارقام، باي اكزامبل غادي ناخذ 14 وناخذ 21. دونك الا مشيت خديت هنايا 6 وثلاثة، وبغيت نعرف العامل المشترك ما بين ستة وثلاثة شنو هو. دونك كاين اللي غادي يقولنا اثنان، هذاك ماشي عامل مشترك. دونك باش انني نفكك كنحتاجها في التعميل. شنو هي ثلاثة؟ هي ثلاثة في واحد. شنو هي ستة؟ هي ثلاثة في اثنان. بحال راني نقسم هذا العدد الكبير على العدد الصغير، كنقسمو، ندير عملية القسمة. إلى لقيت عطاتني 6 على 3 كتساوي لنا 2. إلى كان عندي عدد بدون فاصلة، إذا هاد العامل، هاد العدد الأصغر اللي قسمت عليه، هو لو فاكتور اللي ما بين 6 و 3، هو اللي يمكن لي نعمل به. إلى ما لقيتش، مثلا نمشي هنايا هاد ليكزامبل، ما عنديش، عندي 21 نقسمها على 14 غادي تعطيني واحد العدد اللي كيحتوي على فاصلة، اذا هذا ما يمكنليش نعمل به، ما يمكنش هاد 21 او بيان وهاد 14 عفوا ما يمكنش تكون فاكتور. دونك شنو كندير في هاد الحالة؟ كنحاول انني نلقى شي عدد اللي هو هنا مشترك ما بين 14 و 21، كنضربه في شي عدد واحد اخر. دونك اكس ولا ايغريك ما عرفناش. اذا باي اكزامبل 14 شنو هي؟ هي مثلا 7 في 2. هنا 21 هو نفس العدد 7 ولكن في 3، دونك اكس و ايغريك كيتبدلوا، بينما هنا نفس علامه الاستفهام هي 7 7. اذا كنقول على 7 هو لو فاكتور اللي مشترك ما بين 14 و 21. دونك هذا الشيء غادي نحتاجوه في التعميل. ناخذ واحد ليكزامبل، باي اكزامبل عندي ا تساوي 3 اكس زائد 3 ايغريك. اذا كما سبق لنا شفنا قبل واحد القاعده كنا كنديرو هكا، هذه القاعده نتاع النشر. دونك اللي مازال ما شافش الفيديو نتاع النشر راه كاين في القناه. شنو كنديرو؟ كنديرو ك في ا زائد ك في بي. انا في هذه الحاله من لهنا كنمشي ديفلوبمون، ديفلوبمون يعني نشر. دابا غادي نرجع من هنا لهنا. شنو قلنا قبل في النشر؟ كنحاول انني نوزع هذا الك على ا زائد بي، يعني كنفرق ك على ا وعلى بي. هنا العكس، دونك هنا تخلصنا من الاقواس. هنا العكس، كنحاول انني نجمع هذا الكا ديالي اللي هو لو فاكتور، كنجمعه وندير الاقواس. دونك هذه كقاعده. هنا عندي كا باين 3 في اكس 3 في ايغري، اذا الفاكتور ديالنا هو 3. دونك غادي نخلي غير واحد، 3 اكس هو ا زائد، دونك نحطو هنايا و إيكغيك هنا. إذا هذا كيتسمى تعميل نتاع هاد ليكسبغسيون اللي عطاوها لنا هنايا. ناخذ إكزامبل آخر،
بي هنا ما غاديش ناخد كابين، ناخدو هاد ليكزامبل اللي خدمناه هنا 14 باي اكزامبل اكس زائد 21. اذا غادي نحاول انني نعملها. دونك شنو خصني اول حاجه نديرها هي نقلب لو فاكتور ما بين هذا هاد الحد وهاد الحد. دونك كيتسماو لي تيرم، ديجا شفتوها. دونك هذا لو تيرم الاول، هذا لو تيرم الثاني. دونك ليكسبرسيون ديالنا كتكون مجوج تاع الحدود، هذيك 14 اكس وهنا 21. لاحظوا اننا فقط الارقام عندنا، هنا اكس كاينه وهنا ما كايناش. اذا من ناحيه نتاع الحروف انني منعمل بالحرف ما كايناش، دونك فهاد ليكسبرسيون ما كايناش، فقط عندي الارقام. كيفاش غادي ندير نجبد لو فاكتور؟ اذا اول ايتاب نديرها هي انني نقسم العدد الكبير على العدد الصغير. الى خرج لي ما فيهش الفاصله، دونك هادي استوس يعني نسهل عليا الخدمه قبل ما نمشي نقلب. دي فوا اون فوا كنقسم الكبير على الصغير كنلقى الفاكتور، دي فوا ما كنلقاش. دونك 21 و 14 غادي نلقى عدد فيه الفاصله، اذا خصني نشوف الفاكتور اللي ما بين 14 و 21، يعني واحد الاكس اللي كاين في 14 وكاين في 21 مضروب هنا يتضرب في شي عدد وهنا يتضرب في شي عدد ما عارفينوش. اذا شكون هو؟ احنا شفناه هنا 14 هي 7 في 2 اكس. دونك ديما نحاول انني نكتب على شكل ا في ك في ا، اذا هيا ك ديالي هيا ا زائد 7. اذا مادام فاكتور هو 7 نكتبه هنا وهنا في 3. هانتوما ك في ا زائد ك في ب. دونك لاحظوا عملنا شنو هو الفاكتور؟ هو 7 عامل لي ا. دونك ا نكتبها هنا 2 اكس، عندي بلوس نحط بلوس، عندي موا حط موا، 3 هي ب. اذا نكون عملت هنايا ليكسبرسيون ديالي. دونك هنا غادي ناخذ اكزامبل اخر بالحروف. دونك باي اكزامبل عندي اكس اس 4 زائد اكس اس 2 وغادي نعمل هاد ليكسبرسيون اللي عندي. دونك كيفاش غادي نخدم بالحروف؟ الحروف اسهل حاجه كنمشي لاصغر اس. دونك عندي اكس اس 2 وعندي اكس اس 4، شكون اللي صغير؟ واش 4 ولا 2؟ دونك 2 هو الصغير، اذا هذا هو الفاكتور ديالي. اكس اس 2 هو الفاكتور في شنو عندي هنا؟ زائد اكس اس 2 في. دونك بقات لي نعمر ا و ب. كيفاش غادي ندير نعمرها؟ قلت لكم قبل القاعده نتاع التفكيك اللي هي ا اس ان زائد ام شنو كتعطيني؟ ا اس ان في ا اس ام. غادي نحاول انني نطبقها هنايا. اكس اس 4 بغيت نكتبها نفككها على اكس اس 2، ديما نحاول انني نفكك الكبير على هاد الفاكتور اللي لقيتو. الفاكتور قلنا في الحروف هو اللي عنده اصغر اس. اذا غادي نجي ونكتب اكس اس 2 في. دونك لاحظوا القاعده، عندي هنا ان زائد ام، يعني عندي 2. دونك اكس هي لا باز، على من غادي نزيد 2 باش تعطيني 4؟ شحال العدد اللي نزيدو على 2 يعطيني 4؟ هو 2. اذا نكون انهيت الخدمه ديالي، غادي نجي هنا وندير اكس اس 2، لقيت ا، بقى لي بي، عندي اكس اس 2. فاش غادي ندير؟ فاش غادي نضرب باش تعطيني اكس اس 2؟ في 1. دونك توجور ملي كيكون الفاكتور بوحدو شنو كنديرو له؟ كنضربوه في 1 باش يكون هو نفسه. هادي ا ديالي وهادي ب ديالي. اذا نكتب اكس اس 2، نحل القوس، اكس اس 2 هو ا زائد 1. الا ما كتبتوش هاد الواحد دونك هنا ما غاديش تلقاو الب، تبقى اكس اس 2. شنو غادي تحطو هنا؟ اكس اس 2. الا نشرتها ما غاديش تعطيك نفس ليكسبرسيون اللي راها في الاول. دونك خصني من ننشر هادي نلقى هادي.
الا ما لقيتهاش خطا. ناخذ اكزامبل، دونك باي اكزامبل 6 زائد 3 ايغريك. اذا هنا خصني نلقى الفاكتور ما بين الارقام، هنا عندي الحرف وهنا ما عنديش، اذا الحروف ما كاينينش في هذا التعميل. شنو هو الفاكتور؟ غير ارقام. نمشي ناخذ 6 و 3، شنو هو الفاكتور اللي بيناتهم؟ دونك كاين اللي كيقول 2، ما كانش 2. 3 ما كتعطينيش 2 شي عدد يعطيني 3، دونك 3 في 1 هو الوحيد اللي يعطيني 3، بينما 6 هي 3 في 2. اذا في هذه الحاله شنو كندير؟ كنقسم الكبير على الصغير، كيعطيني عدد اللي هو 2 ما فيهش الفاصله. اذا هذا الصغير هذا هو الفاكتور 3 في زائد 3 في. بقالي نرجع 3 فاش نضربها باش تعطيني 6، فاش غادي نضرب باش تعطيني 6، دونك في 2. فاش غادي نضرب 3 باش تعطيني 3 y، دونك في y. سالي التعميل ديالي، دونك نكتب 2 زائد y. داكوغ. اذا ناخذ اكزامبل اخر فيه الحروف والارقام، دونك مثلا عندي 2 x اس 2 y زائد 4 x y اس 2. اذا نحاول انني نعملها. دونك هنا لاحظوا اول ملاحظه، كنشوف الحد الاول والحد الثاني شنو عندهم، واش الحروف كيف كيف، واش عندهم الارقام بزوج، واش هذا الحرف دونك من نفس الدرجه. اذا نحاول انني اول حاجه باش يمكن لي نعمل، نلاحظ عندي 2 وعندي 4، نجبد الفاكتور بيناتهم. شكون هو الفاكتور ما بين 2 و 4؟ دونك 2 هي 2 في 1 و 4 هي 2 في 2. اذا لاحظوا 2 هي الفاكتور، دونك 2 مزيان. نرجع x اس 2 ومن هذه الجهه الحد الثاني عندي x، دونك قالوا لي الحروف اصغر اس هو الفاكتور، شكون هو الصغير؟ هو x. اذا x هو لو فاكتور. نرجع y اس 2 و y، دونك y و y اس 2 شكون هو الفاكتور؟ دونك اصغر اس هو y، اذا y هو الفاكتور. ها انتما جبدنا الفاكتور ديالنا، هو 2 x y هو الفاكتور ديالنا، في زائد 2 x y في. دونك الفاكتور خصو يكون هنا في الحد الاول وفي الحد الثاني. نرجع فاش نضرب 2 تعطيني 2، دونك في 1، اذا ما كانلاش نكتبوه. فاش نضرب x تعطيني x اس 2، يعني شحال نزيد على 1 باش يعطيني 2 هي x. فاش غادي نضرب y تعطيني y، دونك في 1 ما كانلاش نكتبوه. نرجع هنايا فاش نضرب 2 تعطيني 4، اذا في 2. فاش غادي نضرب x تعطيني x، في 1 دونك ما نكتبهش. فاش غادي نضرب y تعطيني y اس 2، اذا شحال غادي نزيد على 1 باش يعطيني 2؟ 1. اذا y اس 1 اللي هو y. دونك نساليت التعميل ديالي، نكتب على شكل ك في ا زائد بي. اذا هنا تبقى لي x زائد 2 y، ونكون ساليت هنا التعميل ديالي. دونك ناخذ اكزامبل اخر، 5 x زائد 25. دونك هذا سهل. شنو غادي ندير؟ غادي نلاحظ هنا عندي 5 هنا 25، اذا الارقام كاينين بزوج. غادي نشوف الفاكتور ما بين 5 و 25 شنو هو. هنا كاين x، هنا ما كاين والو، ما كاينش حرف هنايا، اذا ما غاديش نعمل بالحروف. غادي نرجع 5 و 25، اذا 25 هو من مضاعفات العدد 5. فاش غادي نضرب 5 تعطيني 5، في 1. فاش غادي نضرب 25 دونك هي 5 في 5. اذا لاحظوا هو 5 هو الفاكتور. اذا الا قسمت 25 على 5 كتعطيني 5، دونك هذا الصغير هو الفاكتور. اذا نرجع نكتب 5 في x زائد 5 في 5، دونك 5 هو فاكتور
اكس زائد 5، وبالتالي نكون عملت الاكسبرسيون ديالي. دونك هنايا يوقف الفيديو حتى الفيديو اخر ان شاء الله.